ليك يا سارة. شفناها لا سهر إلا رجعي شفناها خلص. اختفت من الكاميرا. يلا ارجع يا كاو ارجع. ايه خلص ارجع. ايه هيك ارجع. يعطيك ألف عافية وإليك أمين تنقل لنا الأجواء عندك. شكرا يا سارة، الأجواء رائعة كما قلت لكم قبيلة، برشا حماس بصراحة، يعني معناها قديش باش نحكي لك على الحماس، الحماس كبير وكبير جدا جدا جدا. هات نحكيو شوية على هالتظاهرة، هذه تظاهرة اللي هي تصير كما قلنا أول مرة بالدوحة، هي تظاهرة عالمية كبيرة، فيها أنواع مختلفة من الرياضات تمارس في شكل مسابقة كبيرة، والتحديات اللي فيها كبيرة وكبيرة جدا، يعني لازم أنه تكون تتمتع بقدرة تحمل كبيرة، لازم أنه تكون تتمتع بعضلات قوية، هكا ولا نغام؟ صحيح جدا. يعني أنه عندك عدة أشياء أنه لازم تكون أكيد تتمتع بها لا ممارسة هالنوع من التمارين. وعلى فكرة الجولات قديش تاخذ تقريبا سهر الجولة؟ يعني تقريبا عشان تخلص البتاع كلها على الأقل ساعة. على أقل ساعة على كل. ودي حاجة like الناس، يعني في ناس بتبقى يعني التمارينات اللي بتعملها في السنة كلها بتبقى عشان المنافسة دي. يعني يتدربوا عام كامل للمشاركة في مسابقة كمان. طيب انت شاركت في برشا مسابقات، تحس انه هالمسابقة تختلف عن الاخرين؟ يعني فيها حاجة مختلفة عليهم؟ اكيد بالنسبة لي اكتر حاجة او اكتر حاجة كانت صعبة هي الجري، لانه لازم نجري زي تقريبا 8 كيلو، ولازم كمان ان احنا نعمل 8 يعني exercises مختلفة جدا و very very intense، يعني قوة الشدة بتاعتها صعبة جدا، فالجري مع ده كمان بتبقى مختلفة، يعني لازم تكون mentally يعني prepared. يعني انت قلت لي قد لحظة انه على كل تمرين تعمل 1 كيلومتر، كيلومتر واحد كامل جري، كيما هذم اللي نشوفه فيهم اكيد يجريوا، هذم يجريوا على كيلومتر حاليا معنا. يعني هم بيعملوا كيلو واحد، وبعدين بنبتدي الاول بكيلو واحد، وبعدين بنعمل تمرين واحد very very intense، وبعدين بنطلع نجري، وبعدين نخش في الثاني، بعدين نطلع نجري كيلو وهكذا لحد ما نخلص 8، وبعدين خلاص بتخلص. انا عملت 4 كيلو لتوا الحمد لله، مش عارف 4 كيلو من نوع ايه؟ طلع ونازل. طيب قبليها وبعديها خلاص لايك لازم تستعمل الاليفيتر، ما ينفعش ان انت تطلع سلالم ولا تنزل سلالم. اكيد. تقعد يومين ثلاثة أربعة كده. قديش ترتاح بعدهم التمارين هذول؟ شهر كده تقريبا. لا شهر وانت رياضية ملايين شو نقول معنا؟ انت شهرين ثلاثة. أنا يمكن سنة كاملة لازم ارتاح معنا. لا بس طيب. هي يعني المسابقة تحفة وتستاهل. تستاهل، طيب. قديش نحتاج إلى تمارين؟ أولاً لتدريب العضلات على مثل هذه المسابقات، وبعدها قديش نحتاج لتمارين إطالة للتعافي زيادة كيف كيف من التعب الكل يكون موجود. يعني مهم جدا انه لازم تحموا قبل ما تبتدوا المسابقه، وهم بيدونا like بيقول لكم دايما تعالوا على الاقل ربع ساعه قبل المسابقه او نص ساعه علشان تحموا كويس، وبعدين بعديها يكون في تمارين اطاله لازم اول ما تخلصوا، ما تروحوش بقى like انه يعني تروحوا على طول، لازم تروحوا تعملوا تمارين اطاله علشان تساعدكم ان انتم ما تحسوش بالوجع، يعني بعديها بيوم يومين ثلاثه تكون بيساعد على الريكفري بنسميها. طيب انت اليوم باش تعمل لنا تمارين خاصه بالاطاله. بالضبط تمارين الاطاله بعد ممارسه نشاط كبير برشا كما اللي رينا اليوم، لانه اكيد بعد الكومبيتيشن امبارح مش هقدر اساعدكم في حاجه ثانيه. يعني هي تمارين الاطاله اخر حاجه. تمارين الاطاله انا بحذاك انا وتمارين الاطاله انطلق. من اهم الحاجات اللي احنا لازم دايما نبتدي بيها هي نصيحه اليوم. نصيحه اليوم النهارده زي لما كنا لسه بنقول مع امين انه لازم نعمل تمارين اطاله ونحمي في نفس الوقت. النهارده هنعمل تمارين اطاله لانها مهمة جدا حتى يوم التمرين وبعديها كمان كذا يوم بعديها وفي نفس اليوم، اوكي؟ يلا بينا. أول حاجة هنعملها هنمسك رجلينا اليمين، هنحاول لو قادرين تلاقوا البالانس بتاعكم أو التوازن هنمسك رجلينا، يا إما هنمسك حاجة لايك تساعدنا كرسي أو أي حاجة تساعدنا على التوازن، وده بيشد هنا الكوادز بتاعتنا، اوكي؟ الباز بتاعتنا بتبقى مهمة جدا، لأنه سبيشلي لو عملنا تمرين زي تمارين اللي أنا عملته امبارح أو أي تمرين بيستعمل الباز بتاعتنا، بتبقى الهيب فلكسرز كمان اللي احنا قلنا بتبقى ماسكة من البطن لحد الرجل، دي بتكون شدة جامد جدا، فالمهم جدا احنا نمسك كل تمرين من دول على الأقل 30 ثانية، أوكي؟
دلوقتي هناخد نفس الرجل هناخدها للجنب قدام، نحاول نشد مشط رجلينا علينا، نفذ. أهم حاجة الشهيق والزفير زي ما دايما بنقول، نحاول نرخي العضلة وبعدين نطلع بالراحة، نعمل نفس الحاجة ونتنفذ. طبعا مهم جدا ان احنا نكون لاقيين التوازن، وفي نفس الوقت الركبه تبقى دايما باصه لتحت، ما تبقاش طالعه لفوق او لورا. نعمل نفس الحاجه، ناخد الرجل دي للجنب، بعدين هنطلع بالراحه، نعمل شايكين اوف هنا، ناخد الرجل اليمين تاني نطلعها بعيده عن الركبه، ننزلها نرجع لورا كاننا قاعدين على كرسي. هتحس دلوقتي بالجلوت ستريتش وبالافخاد كلها بتعمل ستريتشنج كويسه جدا. نعمل شهيق زفير، وحتى لو استعملتوا ايديكم انتوا تدقوا لتحت هتحسوا حتى بالستريتش. وبعدين بالراحه ننزلها، ناخد الرجل الثانيه نطلعها لفوق، ندقها لتحت، نفس نحاول ما نخليش نفسنا زي ما بنقول شالو، يعني ما تتنفسوش بسرعه، حاول يكون بالراحة. حاول نشد رجلينا، ننزلها بالراحة. دلوقتي من هنا عايزين ان احنا ناخد ايدينا هنرجعها لورا، اوكي، هنمسك ايدينا في بعض وبعدين هنفتح ايدينا وننزل بالراحة. نفك ايدينا، نمسك هنا، هناخد جنب الجنب، ممكن تمسكوا الالبوز بتاعتكم ونروح الشن بتاعنا ونطلع بالراحة لفوق، نفتح ايدينا شهيق، ناخدها علينا هنا، هبتساعد على الشولدر بليدز من ورا. أهم حاجة ايدينا ما تبقاش لفوق، عايزين نكون مرخيين الأكتاف بتاعتنا لتحت. شهيق وزفير، ناخد نفس الإيد هنطلعها لفوق وننزلها، هنعمل الترايسبس بتاعتنا، ننزلها بالراحة، نعمل صغير صغير، ننزل الكتف بتاعنا هنحس بيها بالستريتش أكتر. وبعدين هناخد ايدينا نطلعها، نعمل الترايسبس، بعدين هنزلها بالراحة، نكلبش صوابعنا في بعض، نطلعها لقدام، نحس بالستريتش في الشولدر بليد. صغير 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 شهيق. بعدين من هنا هنعمل ستريتش، نفتح رجلينا شويه، ناخدها للجنب، نحس بالستريتش على الجنب، وبعدين بالراحه ناخدها، بعدين بالراحه هننزل هنا، نعمل شهيق وزفير، هننزل نعمل السكوات بتاعتنا بالراحه، شهيق زفير، وتاني شهيق زفير، واخر واحدة زفير زفير. ناخد الريست بتاعتنا وهنحطها الناحية الثانية، وبعدين هناخد صوابعنا لورا، هناخدها لتحت وينكش انه شيء نزري انا جريت معاهم سهر يعطيك الصحة. انت اوريدي بتنهج وانت جاي بس الحته دي على 100 متر وتعبت. على كل يعطيكم الصحة. أول حاجة ساعة لازم نقوله قبل كل شيء نعتذركم على الأصوات، ولكن تعرفوا مثل هذا النوع من التظاهرات ديما ما يكون فيه صوت عالي للحماس والإثارة، ولأنه الناس كل تكون طبعا تعطي طاقتها 100%، ونعرفوا أن الرياضة في الأخر هي حماسة ولا تكون هكا ولا صح صح. يعطيك الصحة على التمارين.
ميرسي. الله يخليك. بعد التمارين هذوما وين باش تهزنا نفطروا توا؟ شنو باش ناكلوا؟ لازم تاكلوا بروتين كثير جدا. بروتين بروتين بروتين، لانه خلاص اليوم اللي قبليها او الليله اللي قبليها بنعمل حاجه اسمها كارب لودنج، يعني ناكل كاربس كثير عشان يكون عندنا انرجي، وبعدين اليوم اللي بعديها بقى عشان العضلات تكبر وتبقى كويسه محتاجين بروتين اهم حاجه، بس الفاتس طبعا هيلثي فاتس والكاربس مهمه جدا. ما لما غير ما ناكلوا على الطريق نرجعوا الاستوديو ناكلوا عليه كل حاجه. حسب رايك علاش راجعين للاستوديو؟ لاني مقلوبه. شيف خالد حضر لي مشاوي. شيف خالد هاني جايك، وصل لي هالرساله يا ساره يا عايشه.